السلام عليكم وتحياتي جميعا متابعي قناة عائلة الغرباء. مرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو هذا اللي مهم بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم عقود عمل ديال فرنسا. اليوم غادي نشوفو فين واصلين المواعيد ديال الكونترا. غادي نشوفو واحد الهضرة اللي ولات كدور بزاف في تيك توك أولا في بعض المواقع واحدة أخرى، أنهم بعد الزيارة اللي دار بها اللي دارها الرئيس ديال فرنسا ماكرون للمغرب، سمعنا أنه غادي يكون شوية يعني التحسن في يعني في هادشي ديال لي رونديفو، وغادي تتم المعالجة ديال جميع الملفات قبل راس العام. قبل راس العام يعني صحاب لي عندهم لي كونطرا كلهم غادي يزربوا عليهم في هاد يعني في هاد الايام هادي قبل ما يدخل العام الجديد ديال 2025. غادي نشوفوا ايضا واحد النقطه اخرى، الا كنا ما قدرناش نلقاو رونديفو، انه المكاتب اللي كاين حدا لوفي واش انها عندها الامكانيه انها تصوفينا وتلقى لنا رونديفو، ولاو كيعطيو استشاره قانونيه ب 500 درهم هاد المكاتب هادو. وغنهضروا على هاد النقط هادو. ثم غادي نشوف نقطة أخرى عاوتاني، غادي نشوفو فوق هاد الرونديفو حنا كنهضرو عليه، فوقاش خصنا نتسناوه أصلا؟ فوقاش خصني نقول واش تعطل ولا ما تعطلش؟ دونك غادي نبدا بأول نقطة هي هادشي. الكثير منكم بزاف كيجي كيسولني خويا خالد ما عنديش الرونديفو، تعطل عليا الرونديفو اكسيتيرا، كنقول له وريني الكونترا ديالك ولا شنو عندك، وريني لوتوريزاسيون دو طرافاي ديالك، تيسيبت لي شي ورقة لي هي لا علاقة. ألوغ الدراري عافاكم، اول حاجه خصكم ديروا في بالكم فوقاش غنتسناو الرونديفو. دونك كنتسناو الرونديفو نورمالمون مور ما كيخرج لنا لوتوفيزاسيون دو طرافاي اللي كيتاع الباترون ديالكم. الكثير منكم كيصيفط ليا سميت تما كونفورماسيون دو ديبو، يعني واحد الورقه ديال انه الباترون ديالكم صيفطوا لا بريفيكتور هنا في فرنسا باش انه يطلب لا دوموند ديال لوتوفيزاسيون دو طرافاي ومازال ما خرجاتش. دونك هاد الكونفورماسيون ديال دو ديبو زعما كاين انه دفع طلب لوتوريزاسيون، واش كتعني انه كونطرا ولا كتعني انه سي بون نقدر نتسنى رونديفو؟ لا، ما يمكنش ليا نتسنى رونديفو فهاد الورقه هادي، راه ما كاينش ورقه، ما كاينش اصلا كونطرا. شي وحدين كيجيو كيقولوا لي خويا خالد عندنا بروميس دومبوش، هادي هاديك تسالي معايا ملي كيجيبوها الله اعلم، عندنا بروميس دومبوش كنتسنى رونديفو. ما يمكنش الدراري عافاكم، بروميس دومبوش ما كنتسناوش بها الرونديفو، بروميس دومبوش ما كنتسنى بها حتى لو توغزات لو تخابي باش تخرج ما غاديش تسنى بها. بروميس دومبوش فهي لا شيء، ماشي كونطرا. دونك هاد القضيه هادي عافاكم ديروها في بالكم. بزاف منكم كيجي عندي كيقول لي خويا خالد حنا مثلا عندنا فيزيت ميديكال هي الاولى، تكلم معايا الباترون قال لي غناخد ديك لا فيزيت ميديكال هي الاولى. لا يعقل الدراري عافاكم، هاد القضيه هادي ما كايناش. بزاف منكم كيجي كيقول لي خويا خالد حنا عندنا اول رونديفو في تيليس كونتاكت، ما يمكنش عندنا اول رونديفو ديالنا في كازا باردون في اكادير في الرباط كذا، ما يمكنش. دونك اول حاجه خصنا نعرفو الرونديفو ديالنا كيخرج من مور ما كتخرج لنا لوتوريزاسيون دو طرافاي، وكيكون في كازا في عين برجا فين ما بغيتي تكون. كنتكلم على عقود العمل ديال فرنسا جميع انواع ديالها ايتها بلاصه في فرنسا. دونك كلكم هادوك الناس اللي عندهم عقود العمل كلكم معالجة الملف ديالكم كتتم في عين برجا في الدار البيضاء. دونك هادي اول نقطة اللي خصنا نكونو فاهمين عليها. فوقاش دابا فوقاش يعني تجي تسولني فين فوقاش يعني في رونديفو مازال ما خرج لياش. دونك هنا هادي اول نقطة. تاني نقطة مهمة بزاف، فين واصلين لي رونديفو اليوم الاخوان ديالنا؟ ما غاديش نكذب عليكم، لان بزاف ديال الناس ولاو كيستغلوا مور الزيارة ديال ماكرون للمغرب، وليت كنشوف انه كاين تحسن، كاين امور غادا مزيان. نو ما غاديش نقول لكم كاين تحسن، ما غاديش نقول لكم كاين تاخر، فالامور غادا عاديه فيما يتعلق بلي رونديفو. الامور غادا عاديه وما كاين لا تحسن لا مولين به. دونك الامور عاديه، الناس اللي كيخرج لهم رونديفو راه كيخرج لهم، الناس اللي مازال عندهم روطار خصهم يتحركوا، خصهم يشوفوا مع الباترون ديالهم انهم يصيفطوا دي زيميل اكسيتيرا. طيب هذا الحال اذا تعطل الرونديفو بزاف هذا كيعني انه كاين مشكل، اذا تعطل بزاف كنقول يعني على حسب دابا على حسب النوعيه ديال الكونطرا، كاين الكونطرا سي دي دي ولا كاين الكونطرا موسميه ولا كاين الكونطرا ديال سي دي اي. سي دي اي ممكن يتعطل ماشي مشكل، مي بالنسبه للكونطرا اللي هي سي دي دي ولا كونطرا موسميه الا تعطل كيكون عندها كتكون عندها زعما كاينه واحد كتقدر تموت المهم كيكون عندها نتائج سلبيه. الوغ اسباب ديال التاخير ممكن الباترون ديالك ماشي هو هذاك، ممكن انه شكو فيك تاع الكونطرا اكسيتيرا. داكشي علاش خص الباترون ديالك انه يصيفكم دي زيميل او لا يتصل بهم او لا يجي عندهم. نفتح قوس
فالقليل انني نقول كيجي عندهم، لان سمعت بزاف ديال الناس كيقولوا ان الباترون ديالكم لي باترون في الصفحات اكسيتيرا، انه ما بقاش لوفي كتدخل لي باترون، ماشي من حقها. كون كنت انا باترون غادي نجي غندخل بالسيف عليهم، علاش ما ندخلش القنصليه هذيك؟ فهي القنصليه علاش مديوره؟ مديوره باش ان الناس اللي هما اجانب، كنتكلم على لي باترون الناس الفرنسيين، ما كنتكلمش عليك انت كيد عامله، كنتكلم على ذوي حق، لكل ذوي حق حقه. عندي حق ديالي، دونك عندي حق، بغيت نطالبو غنمشي للقنصليه غنشوف علاش اليد العامله ديالي ما بغاش، مازال ما عطيتوش الرونديفو. دونك الباترون ديالك عنده الحق انه يدخل لوفي. كنعرف بزاف ديال الناس مؤخرا اللي مشاو جا الباترون ديالهم ودخل لوفي، الا ما بغاش يدخل فقط انه تغمروه ولا السكيورتي في الباب صدروه ولا حتى المدير، ما عرف جو سي با موا. دونك كيفاش تم التصدير ديال لي باترون ديالكم؟ وهذا الشيء كامل راجع للحاسة ديال الكابا اللي كاينين في جهه لوفي، دوك المكاتب اكسيتيرا اللي كينشروا هذه الهضره هادي، وكيخليو الناس ديال لوفي تحل ليهم، وفي ميم طون الناس ولات كترجع للوراء. هاد لي باترون ولاو الحق ديالهم كيهضموه. كونك كباترون ما تهضمش حقك، كونك كباترون عندك الاحقيه انك تدخل وتشوف معاهم علاش ما كاينش رونديفو. كونك كباترون خصك تدخل وتقاتل على هاد اليد العامله ديالك انت، او هاد لوفري ديالك انت، خصك تقاتل على قبله باش انك يعطيوه الرونديفو. ما كنقول لكمش انهم غادي يعطيوه الرونديفو ديك الساعه، هنا ما كنوليوش هذا انت وزهرك. مي الباترون عنده الحق كفرنسي، ولا كان يعني عربي ذو جنسيه فرنسيه، ولا كان حتى عربي، ممكن يكون عربي مقيم في فرنسا وعنده شركه، عنده الحق انه يشوف. بما انه كاين مشكل في واحد الديبا، واحد اللي نقولش ديال واحد الجهاز ولا شنو نسميوها، لوفي، دونك فيها المشكل انه ما كاينش رونديفو، عنده الحق انه يدخل عندهم. الوغ هنا فيما يتعلق الدراري عافاكم في واصلين لي رونديفو. النقطه الثالثه اللي هي كما قلت لكم سمعتهم يقولون انه غيتم معالجه ديال الملفات قبل راس العام. هذيك ما هذه هضره خاويه، هذه ما يمكنش. راه واخا يديروا 5 ديال لوفويات في كازا باش انهم يعالجوا جميع الملفات، ما يمكنش. لا يمكن، لا يوقع، هضره خاويه. النقطه الاخيره غنتكلم عليها فيما يتعلق بالناس ديال البيرويات. الاخوان ديالي اش كتسناو؟ الاخوان ديالي من ناس، انا نشرح لكم مزيان، الناس ديال اللي خدامين في لوفي في لي بيرو ديال اللي حداهم زعما المكاتب اللي كيسميو راسهم مكاتب الهجره. اش كتسناو من هاد المكاتب هادو؟ ملي كتجي تشوف مكتب واحد كيبيع كارو وداير فيها راسو، داير راسو انه حتى هو كان كيبيع كارو ولا مازال كيبيع كارو، ودير فيها راسو انه كيجي كيعمر لك الوريقات، انه كتسنى منه استشاره قانونيه. اش كتسناو المكاتب؟ انهم مكاتب ديال الهجره الدراري، انهم باش ياخذوا لكم الرونديفو. اش كتسناو منهم؟ ملي كتمشي كتقول له عمر لي فورمولير، هو داير فورمولير واحد كيجي فقط معمرو مقادو، كيجي كيطلب كيسميه، كيدير يسميه، يعني عنده كوبي، عنده واحد ليكزومبل، عنده مثال مكتوب مقاد مزيان، كيعمر سميتك كذا كذا كذا، سميتك كنيتك فين ساكن، الباترون كذا، صافي ها هو عمر فورمولير. ودي فوا كيكونوا اخطاء مثلا واش مزوج ما مجوج، ردوا البال باش عرفوا انه الباترون هذا لو مشيتي عمرتي عند صحاب المكاتب مزوج ما مزوج، الا كنت انت مزوج كيقول كيديروا لك سيليباتير، لانه عنده الكوبي، سي ان كوبي، دونك سي با ما كيخدمش ورقه، يعني داك الشيء يشوف لك غير كوبي، دونك خدام غير بكوبي. دونك اش كتسناو من هاد الناس هادو؟ عندهم استشاره قانونيه. اش كتسناو من شي واحد عنده مكتب الهجره تبارك الله وكيجي كيهضر معاك هكذا؟ كنشوفهم كاسكيت اللور. اش كتسناو من هاد الناس الدراري عافاكم؟ اش كتسناو بنادم ما لابس تم، شوف لباسو الهدام ديالو اصاحبي ما كيمثل لكمش انه يكون هدام اللي هو ما كيمثلش ان انسان عنده مكتب واداره، انه يقدر انه يلقاك حلول او لا يقاد لك ورق ميل ديالك، اللي كتعطيه واحد الحاجه اللي سميتها، كتعطيه شنو نقول لكم، كتعطيوه يلعب لكم في واحد الحاجه بالنسبه لنا حياه، راه مستقبلك. الواحد اللي كما قلت لكم ما كيبريزونتيش حتى راسو صاحبي ما كيبريزونتيش، بحال كتقول كنمشي ناكل، غنمشي ناكل عند واحد موسخ، فهمتوا ما فهمتوش؟ دونك فكيف يوقع لهاد الناس هادو انهم الناس ديال المكاتب ديال الناس ديال لوفي اللي تعاملوا معاهم، اللي تبايعوا وتشراو معاهم، باش نجيكم من الاخر باش تفهم مزيان، يجوا يتبايعوا وتشراو معاهم في لي غونديو صحاب لوفي واخا ما خصناش نقول هاد الهضره هادي، شي اللي كنبيع وشرا، شوف مع الباترون ديالك
ياتي لكن انا ما كنقولش كاين البيع والشراء، والله انا انت ما كنقولوش الله يرضى عليكم. نعرف لو في ناس تبارك الله زعما كاين الاخبار في راسكم، ناس ما كاينش بيع وشراء، ولكن الاخبار في راسكم، في راسكم الا كانت شي لعبه، ماشي هذوك الناس اللي غادي يقلقوا من الحلول، ماشي هذوك الناس اللي كتمشي عندهم باش يقاد لك شي ورقه كيطلب لكم 500 درهم باش انه يعمر لك ورقه، ولا ماشي باش يعطيك استشاره قانونيه قال لك باش لا كتصدم هادشي بزاف. علاش كنصوبوا على عباد الله؟ وانا عارفهم شي وحدين متبعيني، مرحبا بكم، عارفكم حاضركم، راه عندي الدواسه ديالكم. دونك بارك من نصيب على عباد الله عافاكم، وردوا البال الداري عافاكم من هاد الناس هادو فيما يتعلق بهادشي ديال لي رونديفو. ما عنده ما يدير لك، ما عنده ما يدير لك. مؤخرا هضر معايا واحد الوليد، دونك مشى عند واحد لاجونس فوالا، دونك باش انه ياخذ رونديفو كتب له ايميل طق طق، المهم قال له سي فوالا نقعد لك، كتب له ايميل صيفط هو واقيلا ود واش كتعقل واش ود مراكش ولا سي با فين، المهم صيفط له وايماجين مكتب له هجره حتى هو ديال مدينته، مصيفط باش يصيفط لكازا، مصيفط لمدينه واحده اخرى، مصيفط لمدينه يعني ما عارفينش حتى نصهم، ما عارفينش الاجراءات، نصهم ما عارفينش بزاف د الحوايج، غير النصب والفلوس والسنطيحه. لو ميم بيرسون مشى عنده قال له كنخلص عطاه 1000 درهم باش يصيفط هذا الايميل، ايماجين 1000 درهم باش تصيفط له ايميل، وموراها عاود مشى عنده قال له راك خطاتي اكسيتيرا، من هضر معايا مشى قال له اوكي سامات، نعاود نصيفطو ايميل لوفي، وصيفطو ايميل لوفي ومزهر وجاوبو عطاوه الرونديفو. غتقول لي واش دير الرونديفو ولا اش صار؟ داكشي علاش كنقول لكم نتوما براتكم تقدروا تصيفطو لوفي، تصيفطو الايميل مره، والباترون ديالكم يصيفط ايميل وما يكون غير الخير، جربوا بلي زيمايلات من مره ماشي ديما، وما يكون غير الخير. دونك راه هذا هو زعما الحل. انا نقدر انا نقول لكم كناخذ لي رونديفو غدا ونجي نهضر معاك ونقول لك عطيني لوتوريزاسيون دو ترافاي، انا نقول لكم كيفاش نولي نصاب، انا نولي نصاب ونبقى ناخذكم فلوسكم بارده سهله، واخا انا خدمه مي بون، انا كنشوفها كنصاب، كنشوفها بلي ممكن ياخذ فلوس عباد الله، غتعطيني لوتوريزاسيون دو ترافاي ديالك، غادي نقاد ايميل زوين غادي نقادو لك، غادي نصيفط لهم جاوبوك يا هاديك، ما جاوبوكش نبقى نقول لك صبر عليا حقا بنعاود نصيفط لهم، انا ناخذ لك الرونديفو، عطيني واحد السيمانه، السيمانه اللي موراها حتى يجاوبونا، وراه هادو هما النصابه، وراه هادشي هادو هما النصابه. الناس اللي شي وحده كيجيو عندك كيقولوا لي خويا خير تكلفنا بالدوسي، انا ما كنتكلفش بالدوسي، الا تكلفت بالدوسي نولي نصاب، نولي بحالهم، شنو غادي ندير لك باش نتكلفك بالدوسي يا صاحبي؟ شنو غادي ندير لك؟ نصيفط لك ايميل وتعطيني جو سي با مو 1000 درهم ولا شوف شنو ماشي حرام. المهم ما عليناش اخوان ديالي، كنتمنى لكم تكونوا استوعبتوا الفيديو ويكون انه عجبكم، وما تنساوش انكم تخلوا ديجا كما العاده، وشكرا لكم على التشجيع، ونضربوا موعد للفيديو القادم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.